عليكم او اهلا وسهلا ومرحبا بك. الجلسه ديال الصاخ الصاخ خاصنا الفراشة هنا قدامنا شويه. يلا ما بقاش الريكلام. وكي دايرين لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ عواشكم مبروكه؟ انا بعد هاد الجلسات من اكثر الفيديوهات اللي كنستمتع بهم، سواء باش يلا كنكون جايه من المغرب ولا ماما جايه من المغرب، وكن زعما ديك اللعبه كنجبدوكم بها الحلو. مهم انتصار دابا متحمسه واخده الفيديو، غادي نزرب عليك اقول بعد سلم عليهم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. عواشكم مبروك عيدكم بالصحه والسلامه ورزقكم كل ما تمنيتوا. امين يا رب. هيا انتصار. هيا انتصار. هيا انتصار متحمسه باغا كتقول لي انتصار حط السلاله وبقى صاف الصوت. صافي والله. المهم باش نبداو دابا ماما طلقي لنا الفراجه دغيا. المهم هذا كيكون بلاتي بلاتي قبل ما تبداي ممكن جبتك واحد سوفونير الا عقلتي عليه. واحد الظريف الظريف شنو هو؟ سوفونير عزيز وغالي. تقولي لي كيوالي ولكن شي حاجه متينه وغاليه عندي انايا دابا. وشوفوا شوفوا شوفوا الطابليه د انتصار ملي كتعدى 3 سنين. الحداقة ما تيمكنش. وشفتك التصاور اللي بحال اللي دايره فيهم هاد الزهره، ودوري شوفي المتتبعة. هادي البنات هادي تحفه هادي دخلت في المتتبعة. وكتغسل بها الدواره وهي صغيره، قالت ماما عطيني شويه ديال الريه وديال الكرشه نغسل الدوار. هادي البنات باقي العقل، ماما كانت صايباتها ليا فصلاتها ليا. وشو على القلب، القلب هذا راه عرفتي. شوفوا شوفوا القلب والله العظيم هذا السوفونير. راه حداك من زمان راه من صغيره. هذا تحياتي تسلموا عليها. شتي كي دايره؟ لا والو والو. هذه وفراسكم ربما فين ما كتجي كندا كتجيب لي شي سوفونير ديالي. عقلتي اخر مره كنتي جبتي لي مانطا، مانطا ديالي ديال التربيه ديالي. دابا ان شاء الله نجبد الكاب، الكاب باقي عندي الكاب الصوف. كل مره كتجي كتجيب باقي شي حاجه اخرى. باقي باقي. ومره جابت لي هذاك سميتو الجوهر، الجوهر فيه الجوهر فيه مصحف معضوض مع انا كنت كنعض عضاد الزيت كله عضاد في الكويت. المهم هذا خطيره هذه والله الا عقل عليها. ونظيف هذيك جبتها كنقرا عندي عندي تاي هذيك درتها عطيتها لاليزا. ايوا دابا يا لالا هذا سوفونير خبي لي اختي دابا باش نزيدو السوفونيرات. شي طابلو وعلقيها في الكوزينه. هذا الشيء المغرب قالت لي جبت لك داك الشيء المغرب. ياك المره كتقولي لي ماما داك الشيء المغرب سورتو فاش كان كيلعب منتخب وداك الشيء. مهم كانت شهوتي في توني ابيض ما كانش عندي. لا ماما تفرحيني بغيت توني ابيض. هنا يا لالا هان هان على الله يفرحونا المنتخب ان شاء الله. شنو جاي جاي كاس افريقيا ياك؟ باسكو بلاتي خاصها قاده. المهم دابا خاص البلاتي مقاده. المهم كاسكيطه بيضاء بالتوني بيض. ها انت يا لالا حنا دابا عرفتي دابا شحال 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 دابا وصلت من حاجه ديال زعما داكشي ديال المغرب. عندي الكاندوره، عندي التونيات الحمرين، عندي هذه جاتني كاسكيطه، هذه الاليزا باش حتى انا عندي بحالها. اريز عنده اليزا اللي كانت بقات. او هذا قلت لي اليزا ثاني حتى هذيك العام كان جابت الاريز. هذا يا لالا ويا لالا اش نجيو 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 انا وياهم. مكتوب الله شفتي كيفاش مكتوب حكيمي. الله رديت البال زوين. هادو بشرطاتهم هي هادي رايا. شوفي حلي وشوفي شنو هي رايا. اختي شتي شتيني واو هادي شتك دايره واحد الماتش خطيره موروكو. وهنا هي العرش الملكي. وين هادي ماما خطير هاديك تشت كديره هكا كديره هكا واعر فنه مهمه المونديال. كانت على فرحه والله حتى زوينه معنا. عندي الرايه وداك الشيء وفيها حتى هادي علاش باش الا بغيتي تعلقيها في الحياه تعلقيها وحده التلفازه فاش يكونوا لاعب المنتخب. لا زالي اختي اختي هادشي الحلوه باينه اللي ما كاين ولا ما جاتش عندك شي حد من المغرب وما جابش لك طاسه في الحلوه ضروري الحلويات. هذا اختي بالها حتى هادشي خاصو يتحط عاد البرك والحلويات اختي في البلاطو لا درتها في الشنطه مزيان تحفظ. هادو هادو البيسات تندوز هادشي. هادو من عند فاطمه. هادي لا كوموند ديالي مع فاطمه. شوفوا الحولي الحولي شوفوا الحولي شوف الحولي هادي ديال عيد الاضحى خطير هذا. وهادو لي فوال كيحمقوني لي فوال ديال الصينيين. هادو البنات كانت دخلاتهم مؤخرا فاطمه رانا فات. شوف فين واعر هذا راه عندي لاناب ديالو. عندي هادو شنو هادو زرقين دوبلين اييه ديال جوج صينيات جوج صينيات. ولا هاد المرات كنديرهم حتى على الطبله بحال هكا الطبله صغيره ديرهم على الصيني حلوه. شنو هادو كل واحد اخرين هادو هذا الكرونه
الله غير منين كيعجبني انا هادشي البلديه هكا باش كيكون عندك الضيافات وكتبغي تغطي الصوانيت الحلوه وداك الشيء يجيو فنين هذا وهذا الدوغي ديالك يا اختي يا اختي على ريحه المغرب ريحه البلاد زوج نحلو ما هذا هادي شهاده ثقيله ايوا شوفي واو 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 هادو عرفتهم شوفوا خطيرين هادو لي سوطاس فنين هادو عندي الزرقين ديالهم بنات نيت كيسولوني عليهم بزاف خطير تبارك الله زوين والله الا هادو كتشوفوني دائما في طبيلات العيد والعرايض كنحطهم كنحط عليهم اتاي ولا كسميتو هادو طبيقات انتصار الطبيقات على القلايين تاعي واو يا سلام داكشي خطير هادي فاطمه سير الله يعطيك الصحه فاطمه ديما مبرعانه بالجديد يدي مفافين شوفو غزال تبارك الله نشوف هادي هادي باقي قلبتهم صافي واعي سلامة صافي هادو رائع هذيك اللعبه والله الا تبت لك فافيه والواعره اش كمل لونسوم اش كاين يا لالا ويا لالا هذا خطير واعر شو هذا على صينيه كي دايره غادي يجي مع جو تنحطو فيها لا زعما هذه الصينيه وهذيك تحط فيهم الفاكهه ولا الحلوه هذا نيت كيجيو فيه فين الحطه ديال الدوازات هاي ومنين كنقول الصينيه ماذا نقول الكيسان هذا ماما مسكينه قالت لي ها هو قالت لي ماما هذا قالت لي واش نطلع منك بنتي في يدي على الكيسان لا لا ماما لا 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 تقليلا سميتو مسكينه ماما تاهي مع عاشقه كبيره لهذا الشيء عارفه اني كنموت على هذا الشيء تاع البراد مسكينه عارفه عرفتي داك الفرح ملي كنلقى الكيسان وصلوني ما مهرسينش ولكن ركزوا لي على هاد الديزاين هذا خطير شوفوا العرش المهم العرش الملكي اليوم ما كيتشيه انا خاصني نقرب عليهم تشوفوا ها شوفوا البنات على كيسان الله شوفوا 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 خطيرين صراحه قليل فاش كندوز انا الكيسان في البيض والكحل مي هادو واعر هادو عاوتاني شكل ثاني و سورتو القعده ديالهم زوين في البيض والكحل هادو جوج يعني 12 المجموع الا بغيتي ديري غير 6 بيضين ولا 6 كحلين ولا كانت عندك ضيافه كبيره ديريهم هكا 12 بهم مخلطين واو 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 و اتاي كاين الكيسان خاص يكون اتاي تا هو هذا الشيء الاخضر كنتاو هذه شحال فيها ماما 5 كيلو نص كيلو راه من ارك البرارت اتاي هاتي الحكايه باش ما نساوش اللي ما كدير عقلتي كتجبت معايا ديك المره وكنت لاني ماما ما يمكنش مشي للمغرب تمشي تقدا ليا هادي جايه جايبها ليا ولكن والله حتى كتنفعني ماما الطوماطه الصفراء محال الدواء لكل شيء رخيص اخر دواء ونط لك حبوبه ضرك عينك ضرك راسك ما فاليتش عليك وانما يكون عندك مهم ماما دار خاصها تجيب ليا راني والكرن الصفراء والله حتى كينفعني هادي في الكرش وداك الشيء شكرا ها انتم رفع راسك اصلا باقي عندي الاخرين ورجع رجعتي شنو جيت فيها نرجع تتلقى الحاج اللي تدخل الحمام بحال خروجه دخل الحمام بحال خروجه هادو قالت لي انت اختي هادشي قالت لي انا اللي ندوز هادشي سدي اختي الهدايا ديالك فاجئيني فاجئيني خليك تشوفي يلاه هادي هادو ندوز شي التمر ديالنا يا اختي يا اختي هذه فراسك هذه فراسك يلاه يلاه البس هذيك هذيك الزرقاء تجي تجي بحال هكا دورك الطويس ولا هذا قندريس يا اختي القندريسي اريز يا سلام زوين هذه الكلماري الله يحفظه تحفظ لكم وليداتكم ها انتم لالا يا اختي يا اختي اريز تبرعت يا اريز انا الله يلفني الله يعطيك الصحه تمام انت اختي صايبتي هذا نيت هذه طول عليه يلا يلبس نيت العام الجاي صحه ولدي شعري يا اختي اختي هذه الاموره ديالي اي جبتي لي ماتشي ماتشي يا اختي على الخطان اريزا اريز عندك ولدي كمان صحتك هاك هاك هي مي جات لك شد شد هذا نيت خاصك تشرب الحليب بزاف باش طول تلبس العام الجاي نيشان
هذا ديال اليزه العيد. اه لبسات نيت هذيك اللي كنتي خديتي لها مؤخرا. كيحماق كتحماق عليزه عزيز تبرد فيهم. عزازين على الكنايزره. ها انت يا اختي. فنيتي. هذا اميره كبيره. انا بطبيعه الحال باينه هذه مادام قالت الاميره الكبيره كاينه اميره. اميره تخيلتي. يا اختي تبارك الله ما شاء الله. واو جبت اختي هذه خاصني ندير لكم مزيان. شوفي تبارك الله ما شاء الله ماما زوينه تبارك الله. هذه في صاله مخلانيه. اول مره ندير في صاله مخلانيه. نعاود السلام. انا كنسين كنسين. اختي بلاتي خلات شي خاصني ندير بالدار. خاصني حتى نلبسها. شوفوا فين عجبتني سامبل عجبني هذا لا كولور ديال التورت وزال كريب فنه والعقيدات هنايا اختي بصحتي بصحتي وراحتي بصحتي وراحتي عاودي امين البلو اللي عزاز عليك الروايه هذه هذه اللي بلديه بلديه هذه بلديه القديم هي اختي عاودت لي جلابه بلديه صافي كي دايره هذا هذا داك الستيل هذاك ديال النيت ديال القلب هذاك الستيل ديال راه قلت لها هاد المره قالت لي بنتي راه تكاشطي القدام وداك الشيء راه جا معاهم شادين لي واحد البلاصه قلت لها بلا تنجي تنجي لهم عزاز انا عليا انا كاشطات القدام كانت هذاك الشيء ديال وجامي ما كيدي موضه راه كاين دابا بعض المرات كتجيب لي وحده كتقول لك هذه تكشيطه ديال جداتي ولا ديال ماما في عمرها 30 ولا 40 عام كتبان لك النخوه شكون اللي كيتفق معايا هاد النقطه داك الحوايج القدام فريمون كيبان لك هذاك الشيء النخوه والفنه عجباتني عرفتي فنه والله الا غزال اختي وداك الشيء وحده شي وحده كتقلب اليد مجلال اختي هما جلال بجي وحده هما جلال بي راحتكم وراحتكم الله يعطيك الصحة ماما هنايا انا نهز ناري هادو هما هادية تخليهم هادو هدايا شي ناس عزاز شوف اختي الموضة بلاتي نشوف نبركو واو هادي بحال ديالي بحال ديالك وحتى باقي السيدة عزيزة عليك وعليا وعلى الجمهور المتتبعات كاملين هادي عرفتي شكون هي صحيح نسيت شوفوا 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 الله يعطيك الصحة ماما عرفتي تفرح بها بزاف شوفوا معايا عزيزة تهضر معايا لك سامعة قالتها شي نهار ماما راه حالي معايا التفاصيل شوفوا واعرة هاد الموديل هذا راه اصلا مسجله في الصومو فين ما كنكون لابساها كيقول لك صار راه تقريبا 50 يعني داك الجلاب حيت هاد الموديلات هادو فريمون معمرهم كيدي موضه وبالبريد والراندا و بنت الله يحفظو ليها وهادي حطيت انا قفطان ديال بنتها ديال بنتها وهادو النظارات ديال ماما ماما مسكينه ما تفكرات كلشي كل النظار داكشي راه مازال الفراسك راه باقي داك الساك الاخر كاع ما هبطناه ليا الفوق. صافي شنو فين؟ شي ساك قلتي لي هذا انت نحلو حتى هو. هذاك خاصو قلتي لي باقي هذاك خرب معايا شوف. والله هادشي تقيل. نجبدو الرزيمات. راه باقي شوف راه باقي داك الشي اللور عاد مازال الساك الفوقاني. الله عرفتي فراسك جبتي هذا شويه طرحت. الله. حطيها شوفوا هنايا بلاتي نوريكم هنايا هنايا سميتو المملحات ها هما المملحات كان هذا ما اختي مملحات الزريعه هادو مع هادو ديال الفاسيه المملحات الفاسيه خطيرين شوفوا مقاسه كتجبد ليا في القراعي هادو مملحاتي عطريتي هادو مملحاتي اخرين هادو الحلوين عطريتي عطيتي ريحه الله عمر زيان دواعر هادو كلهم هادو خاصني شحال نحطو هادشي قرنبل خربيتي كلها ماما ماما دارت لهم التهريب التهريب العطريه الكامون البلدي الحنه تفضلي ها 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 خلف على اللي جا وجاب واحد مولي يشكر هادي الحنة بالزهر الزهر شعلة ريحة غافية أنا داكشي كنقول لك ريحة زوين وديتو الحنة بسلامتك التبريمات التبريمة الصحراوية الغاسول بودر بالعود مريم خطيرة مبدعة في هادشي تاع الحنة هاد الزيت الأخرى راه بقاو شي ميكا تتعمل راه قلت لك راه بان لي ساك أخرى ماما ما هبطناش هذا الزيتون كيعجبني في الفطور مع البيض مسلوق الزيتون كيصايبو حماسة مشرمل بالسودانية وداكشي هادي شناهي
هادي الحنه هادو هادشي خاصو يتحل نورمالمون. انتما يا اختي تقولوا حتى حنا ما رحبناش بها اصلا. ديجا عطيتك البارتي الاولى، البارتي الاولى البارح. الفوج الاول مشيت جبت الفوج الثاني. الدبدوبات المذبذبين بلاتي دابا خلي الدقه دقه. الله يرضى عليك. عندي بدوله اول حاجه. سير حلي انتيا. مرحبا تفضلي. دابا ديك التبادلات التجاريه هذه مريحه قولي بعدا واش كيعجبك ذوقي. انا عرفتي لا 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 بسم الله. المناسك ديال الحج. هذا الكتاب هذا كنت لقيته وقلت لا ضروري غادي ناخذو لماما احسن كادو. وهادي كل مره كنجيب عقلتي ديك المره جبت الفولارات كنتفايل عليها ان شاء الله بالحج. وانا متاكده ان شاء الله قريب ان شاء الله يجي العام الصالح. الله يكتب عليكم كاملين ان شاء الله زيد العمره، واللي ما كتب عمره ان شاء الله يحج نيشان. علاش لا؟ ها انت مناسك الحج من دابا انت تحفظي ان شاء الله. يعطيك الخير بسم الله. سنديرو بصحتك وصافي. وهنايا المكملات الغذائيه اللي كيعجبوك باش تكملي الصحه باش تمشي صح الحجه. عرفتي راه العمره والله انا باقا يعني باقا صغيره والعمره، ورغم ذلك كتبغي الجهد. واخا هكا كي بغيتي ديري عمره وجوج وثلاثه راه ماشي سهله. شفتوا داك الطواف وداك السعي بين الصفا والمروه راه ماشي سهل. مي الحمد لله ربي كيعطيك الجهد. ولكن الا كنقول الناس الكبار زعما الحج راه صعب وربي كيقوي الانسان سبحان الله العظيم. والله كتبوا عليكم كامل. ها انت كبيت لك شغلك. شدي البارح جبت لك هذيك البيجامه جبتها لك من العمره. هذيك الكري وهذه راه الثانيه ديالها. هذو فاش مشات فينا هي تغدا ولا بعد. المهم وشوف الناس كيضربوا على بعد. هذيك البيجامه فيها البارح. هذيك الكريه زوينه وراه هذه بحالها. ماما حيت ماما راه ما كتلقاش مسكينه تنعس بنصكم وداكشي خاصها لكم. كتقول لك ما كنقدرش بنتي على نصكم وداكشي. هاك يا البيجامه الاخرى. هذه دبدوبه اخرى. هذه ديال الدار. هذيك الخروج حتى هذا ولا اللي كيعجب حتى تيديرها بحالي تاع الالوان الترابيه. هذيك ديالك صافي تمشي تغلطوا طلعوا لي البلاصه. صدقي قولي لي دايره فيهم اعاده النظر. هادو غير التيشيرتات خديتهم كزوينين. هادو هنا لقيت الثوب اللي كيعجبك. عرفتي داك زوين. بيزو كنقولوا بيزو سميتو كنيت سميه. ها النوار ها المطاف. يلا لالا يلا. وهادو شوفي الالوان كيف جاوك عجبوك. هادو شوميزات ما غاديش نوريهم اليوم دابا. تتلبسي تشوفي ولاس. والباقي السوربيطات وداك الشيء راه ديجا خديتي البارح صافي. دابا ما تسنيش الغد ليك باش يكون واضح. يا صافي صافي راه دابا الفوج الاول كان البارح والفوج ديما صافي. تحيه وهنايا لالا على الريحه ديال البلاد. عرفتي عندي واحد الريحه معاودش لكم هنا ديال تاع الطارت مخلطه مع ريحه الحلوه والعطريه وداكشي التخليطات والتبريمات. المهم ندوز بعدا تمشي كتعجبني مريم. كتمشي عندها كتخرجي ناضيه اي حاجه كتقلبي عليها كتلقيها. المهم خديت انايا ضروري انواع العسل الدغموس السدر. المهم كناخذ القياس. انا باقي عندي شي حاجه ولكن ضروري منزيد املو. هنايا الماء تاع الزهر مقطر
خطير هذا البنات. وهنايا المملحات راه معروفين بهم كيصايبوهم على يديهم ديال الزيتون الحارين، الزعتر، الحبوب، الفرماج. هكا خديت شويه شويه الزيتون كحل، هذا عندهم تا هو كيحمقني. والعطريه ما نهضروش، كناخذ العطريه اللي كتكفيني، باقي عندي اصلا كنت كومونديت على قبل العيد صيفطاتها ليا، دابا عاوتاني ماما مسكينه جابت لي عاوتاني ستوك. المهم الخرقوم البلدي، الكامون البلدي، عندهم هذه التحميره الطبيعيه يعني بلا اضافات بلا ملونات بلا حتى شي حاجه، هذه زوينه اللي عنده مشاكل المصارن، سكينجبير، القرفه، المهم كل شيء هنا. خلاص زعفران شعره، المروزيه، هذه مروزيه واعره، هذه ما كنستعملهاش غير في المروزيه، في اي حاجه كنطيب فيها اللحم كنرمي معلقه. هنايا حليت لكم غير بواطه الحلوى تشوفوها. هاد المره قلت لماما فاش كوموندي لي عليها، كوموندي لي داكشي الشوكولاط بزاف لان هو اللي كيعجب ولادي. خدينا هذه بنوغاتين شوكولا، هذه حتى هي نوغاتين هكا دايره حتى هي بالشوكولا لداخل، هذه تاع المثلثات، هذه زوينه ديال اللوزه كيجيو فيها جوج لوزات. المهم هكا صابلي مشكل، اهم حاجه يكون فيه لاباز د الشوكولات حيت كيحماقوا عليه ولادي. وهنايا التبريمات والغاسول، هذا السيروم ضروري، هذا باقي عندي فيه شويه، كنت بديته ديك من الصيف وانا باديه، ديال الازير زوين، عرفتي ريحته زوينه. هنايا الحنه والزيوت، زيت ارغان، الحبه السوداء، المهم داكشي كامل شويه شويه لان باقي عندي الزيوت كومونديت، هذاكشي اللي سالا ولا اللي قريب يسالي. هنايا لالا على التاويل، ندوزو نكتشفوا هاد الطبيقه. شو الفوال كي كيجي كلاس، وكيجي ديك تقاليدنا اللي دائما كبرنا بهم، كتغطى به الصينيه ولا يعني دوازاتاي. شوفوا الكويسات ديالي كيفاش جاوا فنين تبارك الله. وخلاص مع هاد الطبيقه شوكولا كتجي مطروزه ودايره بلي زيستخاس، هذه البنات فيها الصغيره الكبيره المويان، هذه جو كخوا المويان اللي دابا انا كومونديت، عاد مازال عندها الكبيره. خلاص ما نهضروش على هادو، هادو راه ديجا شايفين عندي اللوانات الاخرين. هنايا كيفاش كيجيو هاد الطبيقات غزالين، جاو اسورتي نيت مع الطبيقه. وهنا بالنسبه للبراد، هذا هو اللي وريتكم ديك النهار كنت حطيته في الحطات العيد، هذا راه كما تشوفوا مديره ليه السلوفان حيت الضوغي باش كتحافظوا عليه ما كيخسرش ليكم. وهادو هما لي فوال ديالي، غادي ندوز نجمعهم ان شاء الله.